لما سمعت اخبار رايموند دومينيك والكلام على تولي منتخب الجزائر بصراحه ما اتفاجئتش كتير، لان الاخبار الغير صحيحه والاخبار اللي كلها بتبقى طالعه باين عليها قوي ان هي اخبار كاذبه دي ما بتهزنيش. بس انا بيهزني حاجه مهمه، هو مين اللي بيطلع الاخبار والاخبار دي بتطلع ليه في التوقيت ده بالذات؟ يعني موضوع رايموند دومينيك مش هو جديد على الساحه بالنسبه لخلاف جمال بن ماضي ولا بالنسبه للكلام على رحيل جمال بن ماضي. عايز ازيد حضرتك من الشعر بيت واقول لك ان كان في كلام قوي على كارلوس كيروش والاتحاد الجزائري طلع نفى الكلام ده، وكارلوس كيروش طلع نفى الكلام ده. اه بجد والله كان في كلام بعد كاس الامم الافريقيه ان كارلوس كيروش هيخلف جمال بن ماضي، بس كارلوس كيروش طلع قال الكلام ده مش حقيقي، والاتحاد الجزائري طلع نفى وقال ان احنا عايزين نعرف مين اللي بيصرف الاخبار دي. زي الاخبار بتاع رايموند دومينيك اللي طلعت، وناس كتير قوي بدات تقول لك رايموند دومينيك وازاي هيمشي جمال بن ماضي وازاي وازاي. وقبلها بيومين كان في كلام ان الفرصه الاخيره بالنسبه لبن ماضي هي الصعود لكاس العالم وتصفيات كاس العالم والفوز في مباراتين الكاميرون، هم الفرصه الاخيره لبن ماضي. في حاجات بتطلع كده بتقول لك ان جمال بن ماضي مش محبوب من الصحافه الجزائريه، والكلام ده احنا قلناه بقى لنا فتره طويله، ان بالماضي مش مدربين اللي محبوبين بالنسبه للصحافه الجزائريه، وبالماضي مدير فني عنده شخصيه قويه، واي مدير فني عنده شخصيه قويه الاعلام مش هيحبه، ليه؟ لانك مش هتخليه يخش المعسكر، مش هتخليه يعمل لقاءات، مش هتخليه ياخد منك حوارات، مش هتخليه يعمل اي سبق صحفي جوه المنتخب، والكلام ده بيحصل عندنا في منتخب مصر، التشكيل بيتسرب قبل الماتش بيومين وحاجه، بس ما شاء الله الحال لذيذه. الكلام ده في المنتخب الجزائري مش هيحصل، لان بالماضي مدير فني مسيطر على الفريق، ولما بتتكلم على مدير فني مسيطر على الفريق فصعب جدا ان الاعلام والصحافه يكونوا بيحبوه. بس ما توقعتش ان احنا نقعد نلعب في مشاكل الفرقه كده ونقعد نتكلم ان المدير الفني هيمشي والمدير الفني هيرحل، ويا ريت لما تتكلم على بدلاء ليه تتكلم على بدلاء اقوياء، اللي هو انت بتتكلم على كارلوس كيروش وبتتكلم على رايموند دومينيك، الراجل اللي بالنسبه لي مبطل تدريب من ساعه ما مشي من منتخب فرنسا، عمال يمسك في انديه وعمال يفشل، فليه انت عمال ترمي تصريحات؟ ولو انت بترمي تصريحات كصحافه جزائريه، مين اللي بيرمي التصريحات دي؟ مين اللي بيرمي كل الاخبار دي؟ نفسي افهم مين اللي بيرمي الاخبار دي. لو فهمتها هرتاح. زي الخبر بتاع الحكم اللي كان مترشح لماتش المغرب والجزائر في كاس العرب. في اخبار كتير قوي بتطلع ببقى عايز اعرف ايه المصدر بتاعها، بس مع الاسف الشديد ما فيش مصدر. حتى رايموند دومينيك نفسه طلع نفى، حتى الاتحاد الجزائري طلع نفى. فيا جماعه ابوس ايديكم ما نصدقش اي حاجه، ما فيش منتخب هيضحي بمدرب قبل تصفيات كاس العالم او مباريات السد في كاس في تصفيات كاس العالم الا المنتخب التونسي، لان تونس كانت محتاجه انها تمشي منذ البدايه. بس انا بتكلم على اقاله جمال بن ماضي قبل مباراه الكاميرون، فاعتقد ان الكلام ضرب من ضروب الخيال. نتمنى كل التوفيق لمنتخب الجزائر، نتمنى فوز الجزائر على الكاميرون، نتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايي وقلت ابن الحلال. ما تصدقش اي هبدات بتطلع لك من الصحافه والاعلام مهما كانت الهبدات دي، ما تصدقش اي حاجه لما تشوف بعينيك. بالمره طول ما هو مكمل هو المدير الفني المنتخب الجزائري، نتمنى ان هو يدوم طويلا في المركز ده.